مساء الخير لك المشاهدي الاو تي في بحلقة جديدة من برنامج كيف منأمن مباشرة على الهواء. كيف منأمن يلقي الضوء على قطاع التأمين ومشاكله واكيد بيطرح الحلول مع اصحاب الاختصاص. اليوم رح نلقي الضوء على عمل لجنة مراقبة هيئات الضمان بلبنان. شو هي المهام الاساسية لهاللجنة؟ مين بيشرف على اعمالها وشو ممكن تفيد المواطن؟ وشو غيرها من المواضيع المتعلقة بعمل لجنة المراقبة مع ضيوفنا رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة الأستاذ إلي معلوف وأيضا مستشار البرنامج إلي حنا نقيب وسطاء التأمين. مساء الخير أساتذة. مساء النور. يعني نحن صرنا زمان عم نتفاوض معك لناخذ منك هاللقاء اللي بتمنى يكون شيق ويفيد المواطنين أكيد حول عمل لجنة الرقابة وكيف بيستفيد المواطن من هاللجنة وين المطارح اللي بتساعدوا فيها. نعم. بس اكيد بالبدايه خلينا نتعرف على اللجنه شو هي بالضبط وعملها. بمسيك استاذ شاهين، بمسي النقيب الصديق الي حنا. استاذي، بكل الدول في بعض النشاطات الاقتصاديه يلي هي بتكون خاضعه لتشريعات خاصه. نعم. وبيكون عندها ستاتيو خاص. ليش؟ لانه بيكون عندها اثر مباشر وانعكاس مباشر على المواطنين. من هيدي النشاطات في النشاطات المصرفية وكذلك الأمر في النشاطات التأمينية، وعلى عكس النشاطات البنكية التأمين بيمس حياة المواطنين بشكل مباشر بكامل جوانبها الصحية، الاجتماعية، التعليمية، بممتلكاتهم وإلى آخره. خلال السنوات الماضية أكيد كانت إذا بدك النشاطات المصرفية عم تاخد الاهتمام الواسع من المجتمع اللبناني، وكانت نمو الثقافة التأمينية خجولة إلى حد ما، إلى حد ما وقعت الأزمة الكبيرة بلبنان ولسوء الحظ حتى انفجار 4 آب وعى الناس على أهمية التأمين، مش بس على أهمية التأمين إنما على أهمية أنك تأمن حالك مظبوط. فانطلاقا من هون اللجنة يلي هي مؤسسة من سنة 99 وإضافة إلى بعض الهيئات يلي أنشأ القانون حتى تنظم قطاع التأمين كالمجلس الوطني للضمان، عندهم هيدي إذا بدك سلم من التشريعات والتنظيمات يلي هي عندها هدفان أساسيين حتى إذا بدك نبسط الموضوع. الهدف الأول يلي عندها هي لجنة مراقبة هيئة الضمان إنها تتأكد إنه كل شركات التأمين هيئة الضمان عندها بكل لحظة الملاءة المالية المناسبة يلي بتسمح لها إنها توفي بتعهداتها تجاه المؤمنين. ها أول شيء. تاني هدف هي بدها تتأكد بكل لحظة أيضا إنه سلوكيات شركات التأمين هي سلوكيات بتحافظ على حقوق الناس، منا سلوكيات إذا بدك بتعرضها لمخاطر معينة. وهيدا الشيء بنرجع لأول الحديث انطلاقا من الأهمية لقطاع التأمين لأنه بالنهاية هي شبكة أمان صحية واقتصادية وتعليمية وبممتلكات الناس، شبكة الأمان للمجتمع هو قطاع التأمين. نعم. هاللجنة هل هي بتقدر تفرض على شركات التأمين؟ يعني أكيد أكيد هذه اللجنة كمان إلى جانب هذه التشريعات في كمان سلة من العقوبات القانونية يلي بتفرض على شركات تأمين في حال أخلت بموجباتها أو بحال. فينا نحكي هيك بشكل كتير سريع شو هي أكثر الـ يعني الـ في الـ عقوبات. العقوبات اللي اديتوها على شركات التأمين. العقوبات وأي أكثر نواحي بتلحقوها أكثر شيء؟ العقوبات على شركات التأمين تبدأ من الإنذار، فغرامة، فتعليق الترخيص. نعم. فسحب الترخيص، إنما كل وحدة عندها إليتا يعني بالنهاية. هل بتوجهوا إنذارات يعني؟ نعم. يعني وحتى عم نفرض غرامات، انما وقت نوصل على سحب الترخيص اكيد في اليه معينه بدها تقطع ضمن المجلس الوطني للضمان يلي بيناقش هذا الموضوع حتى يتخذ، لانه بالنهايه وقتها بتسحب ترخيص شركه يعني بتكون انت عم تمنعها انها تمارس اعمال التامين في لبنان بشكل نهائي. رح نحكي كمان بشكل على شغله، بس قبل ما نحكي عن مجلس الضمان الوطني للضمان، يعني استاذ الي بعد متفعل المجلس الوطني للضمان، برايك ليه بعد متفعل؟ مساء الخير، ومساء الخير للاستاذ الي، ومساء الخير للمشاهدين. المجلس الوطني موجود، ولكن المجلس الوطني اللي موجود حاليا منتهي من صلاحيته تقريبا او المده. نعم. من خلال تقريبا سنه وما كان في مجلس وزراء. كان عم بيمارس مهامه بفتره من الفترات لحديت ما صار في وزاره جديده، وبفتكر
يمكن صار وقت ما بعرف اذا ينحكى مع الوزير، لانه بالنتيجه هيدا الشيء كان جامد وواقف، ما كان عم بيصير في اي تقدم فيه لانه كان ما في مجلس وزراء. ولكن اليوم صار في مجلس وزراء، ما بعرف الوزير امتى بيكون هو بالنتيجه هي صلاحيه الوزير بيرفعها على مجلس وزراء لحتى يقدر ياخذ فيها مرسوم، وبرجع ساعتها بيتفعل اكثر وبصير المجلس الوطني الاصيل، لانه هلا في مجلس وصول. وطني بعده تقريبا ما عنده صلاحيه. على, على حد معلوماتي الوزير حطتها ضمن اولويات اولويات ان شاء الله باذن الله. رح نحكي اصلا لانه حضرتك يعني انها بتشتغلوا ضمن تحت نطاق وزاره الاقتصاد واكيد عند في لقاءات دائمه مع الوزير، فرح نحكي قديش عطيه اهميه لهالقطاع. ولكن بالمحور الثاني خلينا نحكي على هلا موضوع كثير بهم المؤمن واللي هو مكتب الشكاوى. نعم. شو هو مكتب الشكاوى؟ نحن دائما كنا نخبر عنه لمكتب الشكاوى، بس هالمرة المكتب الشكاوى عنا هون تحت إشرافك. فإذا كنا عم نحكي عن لجنة الرقابة، هي تتألف من وحدة رقابة مالية يلي بتتأكد من مالية الشركات إنها سليمة، وإنه هيدي الشركات عم بتاخد كل الاحتياطيات القانونية والفنية تبعها، وفي وحدة القانونية بطبيعة الحال، ووحدة الرقابة على سلوكيات السوق على الكوندكت تبع شركات التأمين. وأنشأنا منذ سنوات أنشأنا مكتب يتلقى الشكاوى المواطنين بقلب اللجنة، وهذا المكتب عنده مهمتان أساسيتان. المهمة الأساسية اللي بتهم المواطنين بشكل مباشر هو يعمل نوع من الوساطة ما بين المؤمن يلي عنده مشكلة وشركة التأمين. أكيد هذا المكتب ما عنده القوة التنفيذ أو القوة الإلزامية يلي عنده المحاكم، إنما عنده هذا الدور أنه يكون وسيط يحاول يحل مشاكل الناس بلا ما يتعبهم بعبء المالي انه يروحوا على المحاكم او كمان تعرف في وقت طويل حتى يوصلوا على حقوقهم. فاذا عندنا هيدا المهمه الاولى. المهمه الثانيه اللي هي باهميه المهمه الاولى، هذا المكتب بيسمح للجنه انه يتبع سلوكيات شركات التامين. يعني حتى اعطي مثل، اذا تبين خلال مده معينه انه في عدد شكاوى هائل بحق احدى الشركات، نستنتج وحده من ثلاثه، أو نستنتج أنه هيدي الشركة بطلت قادرة تدفع حقوق الناس، أو نستنتج أنه هيدي الشركة عندها مشكلة إدارية معينة في إدارة المطالبات، أو نستنتج أنه هيدي الشركة ما عندها نية أنها تدفع للناس. فإذا وبالحالات الثلاثة بيصير في واجب للجنة أنها تتدخل لتاخد الإجراءات القانونية المناسبة بحق هيدي الشركة. فإذا المهمة الأولى هي حل الحوادث والوساطة، والمهم الثاني هو مثل انديكاتور او مثل هو مؤشر على سلوكيات قطاع التأمين. نعم. استاذ إيلي، انتم بتلجأوا لكمان مكتب الشكاوى ولا كوسطاء تأمين انتم تقدروا؟ نحن على طول نحن في تنسيق دائم مع هيئة الرقابة بكل اذا بدك الشوائب اللي بنشوفها او كل المشاكل يعني بتوصلنا واللي ما بنقدر نحلها مع شركات التأمين. احنا بالنتيجة مش الهدف يوصل شكاوى على شركة على شركات التأمين. بس ولكن في بعض الأحيان يا المواطن مباشرة من بعد ما إذا ما كان خاصة المواطن عنده وسيط أو المؤمن ما عنده وسيط يلي بتبع له مشاكله. أنا بقول لك بكل صراحة شخصيا قليل تيكون توجه بمشاكل لأحد الزبائن لإلي، ولكن في بعض المؤمنين بيكون ما عندهم وسطاء بيروحوا ديركت مع شركة التأمين، مش الله محل على خلافات أو ما عم بيقدروا يغطوا أو ما عم بيقدروا ياخذوا حقوقهم من الطرف الثالث أو من الشركة اللي بتأمن الطرف الثالث. هون ساعتها بفتكر بتوجهوا على لجنه الشكاوى او مكتب الشكاوى وزاره الاقتصاد او بهيئه الرقابه. بس اكيد في كثير نحن نسقنا كثير بوقت اللي كان في بعض ما يسمى وسطاء اللي هن غير مرخصين بفتره من الفترات، وقمنا بمجهود كبير مع هيئه الرقابه لحتى نقدر نوقف او نلاحق بطريقه قانونيه عدم بنخليهم ما يمارسوا المهنه، ولانه هن منهم مخولين وما عندهم رخصه من وزاره الاقتصاد تقدروا يمارسوا مهنه وساطه التامين. اذا بتسمح لي عقب عن النقيب بشغله اساسيه، نحن منعول على وسيط الضمان بمساعدتنا ايضا حتى نشوف سلوكيات السوق. وسيط الضمان هو على تماس يومي مع الناس ومع الشركات التامين، وهو بيوصل له عدد ايضا من الشكاوى، لانه المواطن عاده اول شيء بيلجا للوسيط تبعه. وبالعلاقه مع النقابه عم نسمح
عم بيسمح لنا انه نكشف بعض الممارسات، وعم نحاول اكيد ضمن الاطر القانونيه انه نكون عم نتصدى لها. تشرف حضرتكم على شركات التامين ولكن ايضا على وسطاء التامين؟ نعم، يعني في نحن وسطاء، نحن في نوع من في من من تنسيق على طول دائم بيناتنا. بس رخص وسطاء التامين بيجوا من وزاره الاقتصاد؟ صح صحيح. من اللجنه؟ من الوزير. من الوزير، نعم. شو يعني ناخذ شويه احصاءات عن هالمشاكل رح انواع التامين؟ نعم، رح استغل وجودي اليوم هيك حتى اعمل احصاءات، حتى نعم. شارك معكم شويه احصاءات عن سنه 21. سنة ال 21 جتنا 405 شكاوى على مكتب الشكاوى، استطعنا انه نوصل حقوق الناس بنسبة 73% منها، اي 295 شكوى، بنسبة 7.5% ما وصلنا لحل، بنسبة 15% الشكاوى لا زالت عم تتابع، وبنسبة 5% توجهوا الناس إلى المحكمة ليستحصلوا على حقوقهم. كنت بدي أسألك، يعني من بعد مكتب الشكاوى الخطوة الثانية هي المحكمة؟ نعم. ما في بعد ستيب بعد في خطوة، في محكمة خاصة نعم. موجودة بقلب وزارة الاقتصاد، إنما أيضا بحاجة لتفعيل. بس بتكلفه للمواطن؟ لا بالعكس، هي كمان بتفوت بوساطة. سوري، لا، هي محكمة تجبر، محكمة مع قضاة مع خبراء، بس بالتأمين الطبي والتأمين السيارات، اوكي، ولمطالبات حدودها 75 مليون بتوجهوا المواطنين الى هذه المحكمة الخاصة، انما ايضا بحاجة لتفعيل بمراسيم صادرة عن مجلس الوزراء. طيب، ما زال نحكي، صار في كذا شغلة مطلوبين من الوزير، شو حضرتك يعني بتجتمع مع الوزير وحضرتكم يعني على تنسيق دائم؟ نعم. قلت لي في شغلتين صار بدهم تفعيل، المحكمة والمجلس الوطني للضمان. نعم. الوزير قد ايه عطي اهتمام لهالقطاع وقد ايه يعني عم بيشتغل لينقذه؟ نعم. يلي لمسته خلال التجربة مع علي انه هو حاطط هدف قدامه انه يكون قطاع التأمين تجربة ناجحة بهذه المسيرة، ولهذا السبب هو بدأ أولا بتفعيل لجنة الرقابة وإعادة هيكلتها بعد ما بعد فترة طويلة كانت عم تعاني صعوبات بالطاقات البشرية والمالية، استطاع أنه يعيد تشكيلها، وهو هلأ بما يتعلق بالمجلس الوطني للضمان على قدم وساق، وسوف يتقدم بالمراسيم لمجلس الوزراء، يبقى على المجلس أنه يجتمع حتى يصدرها، وبنفس الوقت أرسل الكتب المناسبة للمراجع مثل وزارة العدل ونقابة الأطباء إلى آخره، حتى يرجع يشكل مجلس الضمان التحكيمي اللي هو هذه المحكمة الخاصة. فإذا هو عاطي هذا القطاع الأولوية وكل الجهد عم بيبذله حتى يكون عم بيفعله ويحافظ عليه. نعم، يعني مثل ما قلنا مكتب الشكاوى، اذا بعد فينا نعطي بس رقم التليفون 01 999 069 و 81 كمان 999 069. نعيدهم؟ بنعيدهم. يلا، من جابك بس نذكر المشاهدين انه هيدا وقت الدوام. صح. من اي ساعه لاي ساعه؟ 01 وقت الدوام بين 8 و 3، 81 هو واتساب وقت اللي بدهم فيهم يبعثوا الشكوى تبعهم على الواتساب. لحق شكاوى. لا لازم نحن حاضرين. نرجع من عيد الرقم 01 999 069 و 81 999 069. وبرأيك يعني دائما المواطن بيتوجه لمكتب الشكاوى؟ نعم. بس مرات بيكون شركة التأمين معها حق. كمان عنا إحصاء على هذا الموضوع. نعم. من أصل 404 شكاوى، 195 كان المواطن معه حق، 110 كان شركة التأمين معها حق، والباقي ما كان عنا المعطيات أو المستندات الكافية حتى نقدر نشكل رأي بالموضوع. طب هل هالمواطن اللي ما معه حق هو مش فهمان عقد التأمين ولا هو عم يركب حادث؟ هيدا ما بدي أحكي عن تركيب الحوادث، بدي أحكي عن موضوع كتير مهم. دايما نحكي عن واجبات شركات التأمين، بس مننسى أنه المؤمن نقيب وانت لا، نحن على طول منقول بده المؤمن عليه واجبات 100%. المؤمن عنده واجبات، وانا هيك عددتها 5 نقاط على السريع حابب شاركها معكم، واذا في شيء نقيب بتزيدوا. بالنهايه التامين هو عقد بين طرفين، اوكي. العقد
بده أولا تصريح صادق من قبل المؤمن وصريح وصريح يعني. وهيدي شغله اوقات اللي بيحاولوا اللبنانيين يقولوا اوكي انا بخفي بتصريح الصحي شيء، ما في شيء بينخفى، كله بيرجع بالمستقبل بيبين طبيا، وهذا شيء بيؤدي لالغاء العقد وعدم شو اسمه عدم تخطيط، بصير في الغاء العقد. فاذا التصريح الصادق. اثنين، تامين بشكل صحيح يعني، وهيدي شغله دائما حتى انتم يمكن هو البرنامج اسمه كيف بنأمن، مزبوط نعم. تأمن يعني، حاعطي اكزامبل، اذا عندك ممتلكات قيمتها اكس بدك تعطيها قيمتها الحقيقيه بالتأمين، ما بيفيد انك انت تخفض من قيمه الممتلكات. في كثير مواطنين للاسف بخفضوا من قيمه التأمين، في شيء بالقانون اسمه القاعده النسبيه خاصه بتأمين الممتلكات، وهيدا شيء بيرتد عليهم بعدين وبيخفض من قيمه التعويض يلي بيوصل نعم. فاذا هيدا ثاني نقطه. ثالث نقطة وأهم نقطة، إنهم يقروا العقد عن جد. عنا نحن خصلة بشعة إنه ما بنقرا، ولازم يقروا، وبعد ما يقروا بيتوجهوا عنده إذا في شيء مش فاهمينه بالعقد، بيتوجهوا عند وسيط الضمان يلي هو متابعهم، بيقولوا له يا نقيب في هيدي ما فهمتها، شو قصة الاستثناءات، شو قصة الحدود المالية، شو قصة تفسر لي إياها قبل ما أمضي. فإذا قراءة العقد. ثاني شيء أكيد دفع القسط بشكل دقيق وبمواعيده، قصة التأمينية. واخر شيء التعاون مع شركه التأمين عند تسويق ومع الوسيط عند وقوع حادث. فاذا انا هو اللي عدته، ما بعرف انا في شيء. انا بقول لك بهنيك لانه كثير مهمين، نحن حكينا فيهم اكثر من مره، ولكن هون ما هون بده، بس هون الوسيط هو تقريبا بخفف له من هالمشاكل يعني، بيختصر عليهم المشاكل، لانه اذا اليوم في عندهم وسيط والوسيط بيجي اكيد بده يقول لهم اول شيء بدكم تعبوا طلب، بدكم تكونوا دقيقين، وخاصه بموضوع الاستشفائي، اذا عندك مشاكل صحيه ما تخبيها على شركه التامين، لانه اذا خبيتها مش ممكن ما تبين، واذا بينت انت رح ينلغى العقد تبعك، وهيدا الشيء رح انت وقت تكون بحاجه لهذا العقد او بحاجه لهي التغطيه بتلاقي حالك منك مغطى، وبتبلش تحكي عن شركه التامين. يعني انا اليوم بهني الاستاذ إلي على هالطريقه المبسطه اللي عملها بخمس نقاط، واللي هي فعلا هو هن الخمس نقاط الاساسيه اللي نحن كوسطاء او الوسطاء اللي هن فعلا مرخصين وعندهم هالخبره، اول شيء لازم يعني ياخذون مثل ما بيقولوا قاعده اساسيه حتى يقدروا يعملوا تامين صحيح وتيخففوا المشاكل، لانه وقت بتكون عم تتبع هالخمس مبادئ اللي حكي عنها الاستاذ إلي، معناتها انت اليوم فعلا عم تامن صح وعم تامن بطريقه مزبوطه، وساعتها هون بيجي دور اذا صار مشكل بيكون عم ينحل المشكل بطريقه سليمه، ما بيكون في مشاكل. وهون انا بس بالنسبه لموضوع الشكاوى، انا بحب المواطنين مش اذا صار عندهم اصغر شغله يتوجهوا دغري على يعني بالاذن منك، لا اكيد بالعكس، ولكن يوم يراجعوا وسيطهم التامين يحكوا معه. اكيد هو 80% او 90% من المشاكل انا باكد لك لو ما كان في وسطاء تأمين نعم. كان عم يجيهم بدل 400 مشكل 2022 كان صار فيه يمكن فوق 4000 أو 40000 حتى إذا بدك هالقد يعني، لأنه إحنا كل يوم نتلقى كوسطاء أكثر من 10-5 أكثر من 5 و10 مشاكل ومنحلها بالتنسيق يعني مع يعني ما ننسى يعني إنه كمان المواطن بيستعمل التأمين وقت الحادث، يعني وقت في مشكل، يعني دائما في مشكل من وراء هالمشكل، حتى لو انحل يعني بده يكون زعلان. نحن رح نتوقف للحظات مع الإعلان، من بعد الإعلان رح نفتح الملفات شو عم بيصير حاليا بقطاع التأمين ومع المستشفيات وغيرها من أنواع التأمين والمشاكل. لحظات ونرجع منتابع كيف نأمن مباشرة عبر شاشة الـ OTV. منتابع كيف منأمن مباشرة عبر شاشة الـ OTV، وأكيد مع ضيوفنا رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمائن بالإنابة الأستاذ إلي معلوف ومستشار البرنامج الأستاذ إلي حنا نقيب وسطاء التأمين. يعني بالجزء الأول تناولنا موضوع الرقابة على شركات التأمين، اليوم شركات التأمين كمان عم بتواجه كتير مشاكل، وقطاع التأمين عم بيواجه كتير مشاكل، وأكيد أنتم كلجنة عم تتدخلوا كمان بهالمشاكل وعم تعطوا رأيكم ويمكن عم تنصحوا الشركات. بس قبل ما نفوت بهالمشاكل، عم ينسحب كثير مؤمنين من السوق اللبناني، برايك هل مؤمنين او مؤمنين؟ مؤمنين نعم، يعني ناس مؤمنه عم تنسحب بسبب غلاء اسعار البواليس. نعم. هذا الشيء بيصغر المحفظه التامينيه، وخاصه بلبنان في شركات كثيره، ونحن بنعرف انه الشركات اكثر من 40 شركه بالنسبه للسوق اللبناني كثير كثار. نعم. هل هالشيء رح يؤدي لافلاس بعض الشركات او لدمج بعض الشركات؟ الإفلاس شيء والدمج شيء تاني،
يعني يمكن الدمج قبل الافلاس كرمال ما يعني نحن اكيد مما لا شك فيه نحن اليوم عم نشجع كل هيئات الضمان انها تبحث عن مجالات لتندمج بين بعضها البعض حتى نقدر نشكل كيانات ماليه صلبه حتى تواجه هيدي الازمه اللي نحن فيها. بس في نقطه بدنا نحكي عن اذا بدك عن دوله القطاع التامين او اذا بدك يلي حكيت فيه عن الاقساط التامينيه. مما لا شك فيه انه قطاع التامين هو حلقه من الحلقه الاقتصاديه الكامله يلي نحن فيها، ما فينا نجي نقول اليوم انه قطاع التامين هو بعالم خاص منفصل عن ما يحدث في لبنان، خاصه انه هو يرتبط بمقدمي خدمات منا الخدمات الصحيه ومنا الخدمات البارتي تبع السيارات والى اخره. فاذا كانت شركه التامين مطلوب منا اليوم انه هي تدفع لمقدمي الخدمات بالدولار او ما يعادله، بطبيعه الحال اليوم حتكون في انعكاس على القسط التاميني، والا هيدي الشركه ما فيها تكمل تكون عم بتامن بشكل صحيح. بالنهايه هيدا منتج بده يسعر على الوضع الحالي للسوق. انما العقود الموقعه بفتره سابقه واللي ما خلصت، هيدي عقود ملزمه، وعلى شركات التامين انه توفي بتعهداتها وفق العقود يلي مضيتها مع مؤمنينا بغض النظر عن شو عم بيصير في تلاعب بسعر الصرف. يعني حتى نكون واضحين فينا نشرح بس للمواطنين شو هن انواع هالعقود، يعني لانه في العقود مبدئيا وقت ما طلعت الازمه في عقود انتهت، شركات التأمين عم بتعدل بمنتجاتها، صح؟ هل يحق لها أن تعدل بمنتجاتها؟ نعم، يحق لها أن تعدل بمنتجاتها وبتاخذ منها الموافقة، إنما خلال سريان العقد لا يجوز إلا أن تعدل بشروطه. وتعدل بمنتجاتها في بعض المنتجات لا يحق لها، صح؟ إلا بمحلات معينة اللي هي بخصوص الاستشفاء. يلا إذا بدك نفتح ملف الاستشفاء وخاصة البوالص والتجديد وهيدا المشكل. الملف الاستشفائي هو الملف يلي بيمس المواطنين بشكل مباشر بصحتهم، فأكيد عم بياخذ حيز من الاهتمام. العقود التي وقعت بالسنة الماضية ويلي بعد ما جددت لحيت هلا على شركات التأمين أنها تغطي المؤمنين وتأمن لهم التغطية الصحية ضمن حدود المالية للعقد وفقا للتغطيات والمنافع اللي موجودة فيها. أما يلي عم بيصير ببعض المستشفيات انه عم بيطلبوا من المؤمنين انه يدفعوا مبالغ مالية معينة فرق، هذا شيء ما بيجوز، وعلى شركات التأمين انها تحصل علاقتها بالمستشفيات، صحيح، انها تحصل علاقتها بالمستشفيات وانها ما تفوت المؤمن بكل هيدي. اذا بدك اكيد نحن حكينا كثير بهذا الموضوع استاذ علي، يعني حاطه رايه بهذا الموضوع، ولكن المستشفيات هي اللي عم تفرض وما بدها تحكي مع شركات التامين. اوكي، كمان المستشفيات ترتبط مع شركات التامين بعقود، عليها ان تحترم هذه العقود واذا ما احترمت هذه العقود في جهات تخضع لها رقابيه لازم هي تكون عم تحسبها. صحيح، يعني سبق وحكينا قبل بمره انه طلبنا من معالي وزير الصحه وهذا اليوم ليك بقول لك انه ما عم بيصير، بفتكر عم تتحسن. مزبوط، يعني بلشت عم تتحسن شوي، ولكن انا هون على طول بشدد مثل ما قلت في جهتين، في الجهه الضامنه وفي المستشفى. المواطن هو لازم يكون برات هيدي اللعبه، خارج عن هيدي اللعبه، لانه بالنتيجه المواطن وقت بيروح على شركه التامين ما بيقول انت شو متفقه مع المستشفى وانا كبد تغطيني وكبد تغطى، في معه عقد، في معه شروط، في مثل ما قال الاستاذ الي، في عنده حدود للتغطيه، في عنده سقف مالي بالتغطيه، في عنده استثناءات، في عنده تغطيات، اذا من ضمن الاستثناءات صار شيء ثاني ساعتها اذا دفع هيدا الشيء بيكون لانه هو حادثه بيكون مستثنى، ولكن اذا من ضمن التغطيات ومن ضمن المنافع اللي بتتحط بالعقد التامين بينه على الشركه الضامنه ان تلتزم بهيدي الفترة اللي عم بيقول عنها بالعقد بفترة سريان العقد. وهيدا الشيء برجع بقول هون بدنا نركز، ونحن طلبنا من معالي وزير الصحة انه وعدنا وان شاء الله يكون عملها، وعلى اساس ناطر منه ان شاء الله يكون عم يسمعنا، ناطر منه انه يقول لنا انه صارت القصة، انه ارسل الى المستشفيات حتى يقول لهم انه في حال بدكم تدفعوها فرق يكون معهم، اهم شيء فواتير توضح ما هي
المشكله، ليه عم بدفعوها الفروقات ويكون معهم وصل؟ لانه اليوم في بعض المستشفيات عم للاسف، وهون بدنا نطلب يمكن نحن وياك استاذ الي نحكي مع معالي وزير الاقتصاد تيقدر نعمل شيء قاعده مشتركه مع وزاره الصحه لحتى هذا الموضوع تكون عم، ومع نقيب المستشفيات اللي بنكل له كل الاحترام، ولكن هذا الشيء كمان بده يكون هو مسؤول عنه. بس المشكله هون يعني عم نشوف المستشفيات نقولها علنا يعني فاتحه على حسابها ما عم بترد على حدا. هلا شفنا شو عم تعمل بالمضمونين بالضمان الاجتماعي، يعني عم يطلع قرارات وعم تقول انا بدي هيك، بدي 1 2 3. شو السلطة؟ مين السلطة غير وزير الصحة اللي بيقدر يفرض على المستشفيات؟ هي المستشفيات خاضعة لوزارة الصحة. طب وإذا المستشفيات ما بدها ترد على حدا؟ وزارة الصحة لازم تعمل الإجراءات القانونية المناسبة يلي بتفرضها القوانين تبعها. يعني لازم الدولة اللبنانية تشتغل شغلة. بدنا نقول هيك. طيب نرجع لكن لموضوع نرجع للبواليس ولل في شغلة أساسية جي آر وضمانة التجديد. في شغلة أساسية. نعم. أوكي وصلنا خلص مدة العقد وسوف يتم التجديد. شركات التأمين اليوم عم تعتمد سياسة تسعيرية جديدة. من الأساسي والمهم أنه يفهموا أنه لا يجوز أنه واحد وضعه الصحي سيء يكون عنده سياسة تسعيرية تختلف عن شخص يلي هو صحي. وما بيجوز واحد اذا بدك كبير بالعمر او بلش يوصل لعمر معين يقول له نعتذر منك نحن ما بنجدد لك عقدك، او ما فينا ننقلك لانه نغطيك 100% لانه بدك تدفع تدفع تضلك تدفع مثل ما انت عم تدفع بتشيك دولار او باللبناني، وانت رح تضلك تدفع فروقات بالمستشفى. هيدا الموضوع بفتكر هيدا مشكور الاستاذ الي ومع الوزير على التعميم اللي طلع وضح هيدا الامور كلها سوا، لانه نحن بالنتيجه هيدا الشيء بيخلي بحافظ على قطاع التأمين وبيحافظ على شركات التأمين، لأنه اليوم في شركات تأمين ما كانت بحاجة لهالتعميم وعم بتقوم بواجباتها على أكمل وجه، ولكن للأسف في بعض شركات تأمين كانت عم تستفيد من الفوضى ومن الوضع الاقتصادي المزري لحتى تقوم بهالشيء. بس نذكر المشاهدين حضرتكم انتم بعملكم وبعتوا ارشادات لشركات التأمين بخصوص هول الأشياء اللي عم بتقولهم حضرتك. نعم. هلا بنحكي عنها، بس في نقطة أساسية قال النائب وأنا بدي أكد عليها. لا يجوز التعميم، بمعنى لا يجوز نقول أنه كل شركات التأمين عاطلين صحيح أو كل شركات التأمين ما عم بيقوموا بواجباتهم. لا، في شركات تأمين اليوم عم تستثمر بولاء عملائها صحيح. نعم، وفي أكيد أقلية من شركات التأمين يلي ما عم بيكونوا ممارساتهم على قد المطلوب اليوم بهيدي المرحلة. بس كمان بدنا نشدد كمان لا يجوز التعميم نقول انه كل شركات التأمين عم بيغلطوا او كل شركات التأمين ما عندهم حوكمة صحيحة بهالايام. مش مزبوط، في شركات عن جد عم تكون ممتازة. نعم. نرجع على للإرشادات اللي وجهتوها لشركات التأمين. نعم، بعد سنة 2018 أدخلت لجنة الرقابة ومع المجلس الوطني للضمان مفهوم ضمانة التجديد إلى سوق التأمين الصحي. 18 الوزير رائد خوري صح 18. فسنة 2018 أدخلنا هذا المفهوم. شو بيقول بكلمتين؟ انه ما بيجوز شركه ما تجدد عقد مريض لانه مرض او صار عنده لا سمح الله كانسر او عنده عضال صحيح. الى اخره. لا، انا قعدت مع شركه تامين عده سنوات وما استعملت التامين تبعي، مش وقتها يصير بحاجه لهذا التامين. شركه تامين مش بس ما تجدد لي عقدي، تحط لي استثناءات وحدود ماليه ما كانت حطت لي اياهم بالفتره السابقه. انما خلال هالسنوات الاربعه يلي مضيوا على تطبيق ضمانه التجديد تبين انه في بعض الايضاحات والارشادات اللي لازم نوجهها لقطاع التامين حتى يكون عم بيفرغ هيدا الضمانه من قيمتها الحقيقيه. بس نشرح شوي اكثر الموضوع. بال 2018 انجبرت كل الشركات تحط ضمانه التجديد صح. على بواليس الصحيه. نعم. قبل كانت تنطلب من المؤمن كتغطية إضافية. مزبوط، كانت تغطية إضافية يعني إذا ما تطلع بعض الشركات كانت تعطيها وبعض الشركات ما كانت تعطيها. نعم، أصبحت إلزامية، بمعنى أنه لا يجوز إصدار أي عقد ضمان صحي بلبنان إلا ما يكون ضمان تجديد كمنفعة أساسية موجودة. نعم. فيه. فإذا نحن اليوم أعطينا بعض الإرشادات بناء على إذا بدك التجربة السابقة كيف منحافظ على حق الناس أن تجدد عقودها بشكل صحيح،
وخاصة أنه خلال السنتين الماضيين صار في عوامل جديدة فاتت على اللعبة مثل ما بيقولوا، مثل الانتقال من اللولار للدولار، من اللبناني للدولار إلى آخره. كمان هيدي العملية مش لازم تأثر بأي شكل من الأشكال على حق المواطن أنه يجدد عقده دون أي استثناءات أو أي حدود مالية ما كانت موجودة سابقا. بس هون فيها شركات تأمين إذا بدها تلغي مثلا مجموعة من المؤمنين، تغلي تعمل برودكت تغلي السعر لما يقدر ياخذوا المؤمن. بس هي إذا بدها تغلي مثل ما قال الأستاذ إليك بدها تغلي على كل المؤمنين لديها، هون ساعتها كأنها عم تطلع من السوق. يعني اليوم وقت شركة بتغلي على كل الفئات العمرية وعلى كل المؤمنين، في كتير شركات تأمين ما بتعمل هيك، فإذا بدها تخسر من الـ صح الحصة بالسوق، صح حصتها من السوق الماركت شير تبعها. فمن شان هيك هون هيدا عملت حتى ما يكون في استنسابية بأنه صح. شركة غير بفترة سابقة كان يوصل واحد بده يجدد عنده ضمان التجديد، ولكن وقت عند تجديد العقد يقولوا له بدل ما يكون حق بوليسك $5,000 صار حقه 15,000، مثل كأنه يعني عم يقولوا نحن ما بقى بدنا إياك أو هو بيكون بحاجة. مشان هيك هيدي وقت الفكرة طلعت بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومع المجلس الوطني للضمان مثل ما قال، وثبتت بقرار صح. طلع بالمجلس الوطني وصار الزامي لهيئات الضامنه. انا بس بحب اقول شغله صغيره، نحن اليوم برجع بقول حتى ما نفهم غلط، كل هالموضوع عم بينعمل هو له منفعه عامه للقطاع ولا المؤمن ولا ولا الدوله. مش بس يعني اليوم كمان بدنا نعطي حق، يعني نعطي حق شركات التامين اليوم هي عم بتقوم محل الدولة اللبنانية أو محل وزارة الصحة بكثير من المجالات. يعني تصور اليوم أنت ال 800,000 مؤمن يمكن فيه تقريبا بالسوق، عم بحكي بالميديكال إذا ماني غلطان الرقم، تصور هالرقم ما يكون منه مؤمنين أو الناس كله على عاتق الدولة اللبنانية. يعني شوف قد ايه بده يكون. احنا بعد معنا 5 دقائق وفي أسئلة عم تيجي حول الموضوع اللي حكينا فيه. إذا شخص جديد عم بيكتتب وإذا كان عنده مشكلة صحية بحق لها هون شركة صح. التأمين تحط اكسترا بريميوم على هيدا من تاريخ الاكتتاب عندها 180 يوم شركة التأمين اللي بخلالهم بحق لها انها تحط استثناءات او حدود مالية او اكسترا. بينما الشخص اذا كان بالشركة وكان كان فايد ببريميوم عادي وصار لا سمح الله معه شيء، ممنوع تزيد عليه الشركة صح. بيلحق فئته العمرية، يعني في سياسة تسعيرية للشركة مثلا بين 30 و40 سنة، ها هي التعريف بيلحق هو بشكل كتير سريع. بعد إذا بنحكي عن البوالس الصحية البوالس الصحية بعد طالب في أكتر للأستاذ بدنا نأكد على شغلة. اليوم شركة التأمين عم بيعملوا دورهم إلى حد كبير، مطلوب اليوم إن كان الدولة اللبنانية إنها هي تكون عم بتساندهم، ومطلوب من كل شخص إنه يكون عارف حقه مزبوط. نرجع نقول خلي كل شخص يقرأ بوليسته يعرف شو هي بشو هو مغطى وشو مستثنى وشو هي الحدود المالية، ساعتها بتخف بجزء كبير المشاكل يلي عم بتواجهنا. نعم ننتقل للسيارات بشكل كتير سريع، وخاصة ضد الغير اللي عم بيجي عليها كتير مشاكل. وبعد الشركات بعض الشركات ما رح نقول كل الشركات مثل ما قلت ما رح نعمم، نعم بعدها بتدفع مش زبونة يعني اللي هو الزبون عامل معه حادث ضد الغير بتدفع له على مزاجه. خليني بسط بما انه الوقت طلع في ارشادات كمان مظبوط بسطة. انا عملت حادث فت بالنقيب، اوكي شركه تبعي ما فيها تيجي تقول له للنقيب والله الي دفع بوليسته على 1005 بصلح لك نص ضو، لا بدها تصلح له سيارته، هو ما له عليها انا كيف دفعت بوليستي مع شركه التأمين. هيدي حسب قانون موجبات والعقود صح. يعني وين شو بيعمل المواطن بهالمشكله؟ بده يطالب بحقه كامل تصليح سيارته بشكل كامل، وعلى الشركة انه تغطي له سيارته وترجع له اياها مثل ما كانت. هيدي بالنسبة هلا في مشكلة عم بيصير وما بعرف اذا بنطلعه اليوم في بدنا نعرف الحد السقف بوليسة التأمين الالزامي اليوم هي 750 مليون ليرة. اليوم انا بحب اقول للمواطنين لازم يرجعوا يعيدوا النظر او يجربوا يحكوا مع الوسيط تبعهم ليرجع ينرفع السقف، لانه 750 مليون ليرة اليوم اذا بدنا نحولها على سعر الصرف هو 750 هو مش حطتهم الدولة ولا الشركات، هي الحد الادنى الدولة حطت الحد الادنى لازم يكون 750 مليون لعقد الضمان الالزامي صحيح. ما في شيء بيمنع الشركة انها تقول فيها تزيد السعر كمان صحيح. هلا اليوم صار في منتجات وهيدي كمان لازم يستفيدوا منها المواطنين،
صار في منتجات رفعت السقف من 750 ل 3 مليار او ل 5 مليار، لانه هيدي شغله ضروريه. يعني تصور انت اليوم افتكر حالك مامن وعم تامن الغير، بتصدم بشخص او شخصين على الطريق بفوتوا على المستشفى، يعني عم تحكي سقفهم تقريبا اذا بتقسمهم هلا صار حوالي ال 25 الف دولار يمكن او 30 الف دولار عفوا، بتقدر ما بيعملوا شيء. 30 الف دولار بوالس الاجراء الاجانب عم بتواجهوا فيها مشاكل كمان. نعم، هيدي بترجع اعاده عقد الاجراء الاجانب لم يعد صالح بال 2022 ولا بد طلبنا فيه من خلال العمل، طلبنا فيه من خلال شاشتنا، وما عدنا قدرنا نحكي مع ولا معكم ولا مع وزاره العمل، لازم ينحكى معهم. حتى مع وزاره العمل سوف نقوم بتعديل هذه البوليصة بشكل عصري وجديد ويأمن تغطية، لأنه بحق لهم الأجراء الأجانب، وكمان بحق للناس المستخدمين مستخدمينهم أنه يكون في تأمين مناسب ومتناسب. بس ممكن كمان مثل التأمين الإلزامي يزيد سقف شركة التأمين للبوليسة؟ مجبورين نزود السقف، مش ممكن. لا بس بدها إذن ولا فيها الشركة هي؟ لا، بعقد الأجراء الأجانب في بوليسة بتطلع من وزارة العمل بدها تتبع شركة التأمين. كلمة أخيرة شو حابب بعد توضح للمشاهدين تلفت لهم نظرهم لأنه وقت البرنامج انتهى؟ كنا بدنا نحكي عن عقود الحياة، بلكي بنحكي فيهم لأنه بدهم بعتقد بدهم حلقة تانية. لا بس إذا بنحكي هيك بشكل سريع شو المشاكل اللي عم بتواجهها بها؟ اليوم عقود الحياة في عدة أنواع من عقود الحياة، في عقود ذات الادخار، في عقود فيها الاستثمار. نعم، عقود يلي فيها ادخار مرتبطة لسوء الحظ بالوضع قطاع المصرفي بلبنان، لأنه القانون كان بيجبر شركات التأمين أن توظف هذه المصريات 50% بلبنان. مزبوط، بلبنان. أما العقود يلي فيها استثمار خارج لبنان، على كل الناس يلي عندهم استثمارات خارج لبنان بعقودهم يعرفوا أنه بحق لهم ياخدوا حقوقهم بالدولار النقدي. صحيح. نعم، يعني نحن خلص وقت البرنامج خلص، وأكيد أخذنا معلومات كتير شيقة من حضرتك استاذ إيلي معلوف رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة. أنا تشرفنا بوجودك معنا بالاستوديو. استاذ إيلي حنا نقيب وسطاء التأمين ومستشار البرنامج، بتشكرك، بتشكر كل المشاهدين، بتشكر فريق العمل، وأكيد بنعطيكم موعد بعد أسبوعين مباشرة عبر شاشة الـ OTV بحلقة جديدة من برنامج كيف منأمن.